جدل في فرنسا حول مشروع قرار سيطرح أمام البرلمان الفرنسي يسمح بزواج مثلي الجنس أسوة ببعض الدول الأوروبية التي سمحت بهذا النوع من الزواج. وحسب المعلومات الأولية فإن مشروع القرار سيناقش داخل الدائرة الحكومية الضيقة ممثلة بمجلس الوزراء. تغييرات بهذا الحجم تتطلب نقاشا وطنيا واسعا ولا ينطوي على عين عشوائية أو ضغوط من بعض الجهات المتنفذة في فرنسا. وتبنت بعض الدول الأوروبية زواج مثلي الجنس كالدنمارك التي احتفلت قبل أشهر قليلة بأول زواج داخل الكنيسة، ما أثار غضب الأوساط الدينية المحافظة في أوروبا التي أبدت تخوفها على مستقبل الأسرة التقليدية في المجتمع الأوروبي.